السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل شرط يمني جديد على السعودية للسلام، وإلى التفاصيل. أكد قيادي في حركة أنصار الله الحوثيين في اليمن اليوم الثلاثاء أن أمام السعودية خيارين لا ثالث لهما، معلنا شرطا جديدا على الرياض من أجل السلام. وقال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حزام الأسد في تصريحات له إن أمام الرياض مسارين لا ثالث لهما، إما الولوج في مسار سلمي ووقف التآمر على الشعب اليمني والتصالح مع أبناء الأمة الإسلامية في القضايا العادلة، أو تلقي الضربات الموجعة والمنكلة. مضيفا أن على السعودية الكف عن استهداف الشعب اليمني، معتبرا أنه في حال رضوخ السعودية فسيلزمها كذلك التخلص من أدواتها في القاهرة ودبي أو التي في الداخل، لأنها هي من صنعتها وأوجدتها وهي من تحركها بالمال. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.